يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه مجموعة من النساء تقول: نحن مجموعة نساء نحضر درسا لإحدى طالبات العلم، وهو في لإحدى طالبات العلم وهو في مكان ملحق بالمسجد مصلى يفتح لصلاة النساء دوما، إلا أن بينه وبين مسجد الرجال رحبة والسور واحد وباب المصلى على الشارع ولا ينفتح على المسجد. السؤال: هل يجوز للحائض أن تدخل فيه؟ وهل يصح متابعة الإمام فيه؟ ما دام أنه داخل سور المسجد فله حكم المسجد، ما دام أنه داخل سور المسجد فإن له حكم المسجد، ولا يجوز للحائض أن تدخل فيه. وأما متابعة الإمام فلا بأس، لأنه في حكم المسجد داخل في المسجد.